من أمسيات شهر رمضان ونسائم شهر رمضان المبارك من خلال هذه الحلقة ونقلا مباشرا من جوار مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام. لذا سادتي لابد لنا بداية الأمر وكما عودناكم أن نرفع أيدينا بالدعاء طلبا منه سبحانه عز وجل بأن تكون كل أوقاتكم مليئة بالعبادة والطاعات. كذلك نأمل من الله سبحانه عز وجل أن تكون كلمات هذه الدقائق القادمة كلمات له فيها رضا ولنا جميعا فيها صلاح. الأثار التربوية للصوم محور حلقة هذا اليوم. لماذا يركز الإسلام على التربية؟ ما خصوصية شهر رمضان؟ وكيف للإنسان أن يأخذ من شهر رمضان أمور فيها تربية للنفس وأيضا تزكية للنفس وما إلى ذلك من الأسئلة التي تبحث عن إجابة؟ ونأمل أن تكون هذه الإجابة ترضي ما أحببتم أو تصبون له أنتم سادتي المشاهدين الكرام. بداية هذه الحلقة لابد لي أن أرحب أجمل الترحيب بضيفي الكريمين سماحة الشيخ الدكتور حيدر السهلاني. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. الله يحييك. كذلك الدكتور محمد كاظم الفتلاوي. أهلا وسهلا دكتور. حياكم الله وبياكم. الله يبارك فيك ونتمنى لكم صياما مقبولا إن شاء الله. آمين. قبل الدخول سماحة الشيخ للاستوديو كنت تتحدث عن الأمور التربوية للصائم. بداية الأمر ليش حبيت أن يكون هذا هو موضوع محور حلقة هذا اليوم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أرحب بكم أجمل الترحيب أستاذنا العزيز. الله يبارك فيكم خادم الرسول المحترم. الله يبارك بكم. وأرحب أخينا وعزيزنا الدكتور الفتلاوي. حياكم الله. في رحاب هذه المؤسسة العريقة مؤسسة المعارف قناة المعارف. الله يبارك فيكم. فأهلا وسهلا بكم وبكادركم وبجميع مشاهدين هذه القناة. منكم نستمد المعلومة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحرمة هذا الشهر الذي تتصرم أيامه يوما بعد يوم وبسرعة فائقة أن يغفر ذنوبنا ويعفو عنا ويتقبل طاعاتنا. آمين. إن شاء الله ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أحسنتم. حقيقة تسمية هذا الشهر بشهر التربية الروحية والتركيز على الصيام بعد ذي بدء الإسلام ركز على جانبين. نعم. ركز على الجانب المادي وركز على الجانب المعنوي للإنسان. لأن الإنسان لا يمكن أن يستغنى عن الجانب المادي من حيث الغريزة المتمثلة بالأكل والشرب لأنها قوام دوام الحياة. وكذلك لا يمكن أن ينفصل عن غريزة الجنس لأنها بها دوام النوع. وكذلك الأشياء المادية غريزة الأنانية لأن بها عزة النفس ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. وإذا لاحظنا هذه الغرائز إذا خرجت عن حدها يقع الإنسان في جانب المعصية أو في جانب التعدي على الآخرين. وقد يكون سرقة، وقد يكون اعتداء قولي، اعتداء مادي، وقد يتفاقم إلى حد القتل. يخرج من إنسانيته. لكن لماذا يخرج من إنسانيته؟ لأنه أعطى لهذا الجانب المادي، أعطى لهذه الغريزة أكثر مطلق من حدها. الحرية. فلا بد من عوامل توقف هذا التعدي وتوقف هذا الإشباع الذي يخرج عن حده. نعم. كان هناك محور جانب التربية الروحية التي تقوم الإنسان وتأخذ جانب الاعتدال فيه، لا يميل إلى هذا الجانب ولا يميل إلى هذا الجانب. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس خيركم من أخذ من هذه وترك هذه، يعني ليس من أخذ الدنيا وترك الآخرة. نعم. على اعتبار الآخرة هي الجانب الروحي. الجانب المادي للدنيا. وليس خيركم من أخذ من هذه الآخرة وترك الدنيا، بل خيركم من أخذ من هذه وهذه. فإذا الإسلام أعطى معادلة
هذه المعادلة تقويمية للجانبين، لا يرتقي الإنسان بالمادة على حساب الروح ولا بالروح على حساب المادة. نعم. نعم قد يعطي للروح أكثر مما هو ينبغي عليه، لأن بالتربية الروحية قد اعتداء على النفس، يعني النفس ما يعطيها شهواتها حتى يحصل فرد منزل عالية حتى يرتقي بهذه الروح المتسامية، لأن الإنسان خلق للكمال. نعم. خلق للكمال وهو لا يتكامل أو لا يرتقي بالتكامل عن طريق ماذا؟ عن طريق من الأمور المادية، وإنما عن طريق الأمور المعنوية المتمثلة بالتربية الروحية. أحسنتم سماحة الشيخ. فلهذا صار التركيز للإسلام على جانب الروح. والصوم فيه هذه القابليات الجمة التي نستطيع. أحسنتم سماحة الشيخ. دكتور محمد كاظم الفتلاوي، للروح أثرها البعيد جدا. اللطيف بالأمر قد المشاهد الكريم يجهل، وخصوصا المربي يجهل، إذا ما تعامل الفرد المربي تحديدا بأمور الروح من الممكن أن تثمر إلى المربى الابن أو البنت بشكل عام. دكتور، صحيح أنتم اختصاص قرآن، فلذا إذا ما أخذنا الأمور التربوية من القرآن وخصوصا ما كانت مرتبطة بالروح وقدمناها على طبق من ذهب إلى المربي كي يستفاد منها من أجل إيصال رسالة للأبناء، كيف ذلك؟ الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الغر الطيبين الميامين. أما بعد، تحية إكرام وإجلال لجنابكم وللمشاهدين ولزميلي وحبيبي الشيخ السهلاني. حقيقة سؤالك هو صلب الفلسفة الإسلامية في التشريع الإسلامي للعبادات كافة، وحقيقة أنا أقول قبل أن نشرع ونقول في أنه هذه العبادة لها الجوانب الروحية وهذه العبادة لها الجوانب المادية، قبل كل شيء أن نعلم من هو المشرع. الله سبحانه وتعالى خالق الخلق ومبتدعه. الله كون الإنسان وهو يعلم النفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله هو المصلح الأكبر والأول. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحبنا وخلقنا لهذا الكون ليرحمنا. نعم. فبالتالي لا نقول من المعيب، ولكن نقول العاقل المشرع المعصوم وهو الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بتكليف شرعي فعل هذا الأمر وترك هذا الأمر، أن نكون نحن من العقلاء ومن المنطق أن لا نسأل لماذا شرع هذا ولماذا فعل هذا، لأننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الحكيم، وهو لا يقول ما يقول شططا أو عبثا أو مجرد إظهار القوة والسلطة وإن كان هو أهل لذلك. نعم. ولكن آلى على نفسه أن يجري الأمور بمسبباتها. فبالتالي هذه التشريعات هي من حكمة ومن لدن الله سبحانه وتعالى ولغاية ومؤدى. ولكن الناس لا نقول يعني مع الأسف، ولكن نقول أنها ترجو أنه تعرف هذه الأمور ماهيتها أبعادها. يعني حقيقة لا نقول ضعف إيمان، ولكن نقول أنه الإنسان ينظر بعينه، يريد أن يعرف هذه الأبعاد ويلتمسها بأموره المادية. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أكو أمور ما أنه أبعادها وثمارها تأتي بين ليلة وضحاها، لا تأتي أنه في يوم أو يومين أو ثلاثة، ولو ربما في العمر الأخير من الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يجري الأمور بخواتيمها. فلذلك العقبة للإنسان ليس في وقته الحاضر، والدليل على ذلك تشريع الصيام بأول نهاره إلى وسطه إلى ما قبل الإفطار هو عناء ومشقة. نعم. ولكن يعلمنا في ذلك الصبر، وأهم شيء في هذا الصبر أنه علينا أن نصبر لحكم الله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله. يصف بعض الحكماء كما يصبر الصائم عن الطعام وهو يعلم أن مآله الإفطار، هكذا جانب الصبر. ولذلك يقول أغلب المفسرين لا سيما الشيعة والسنة على حد سواء، ما وردت كلمة صبر في القرآن الكريم إلا وأرادوا بها الصيام، الصابرين وغير الصابرين، هذا يقول فيه أراد فيها الصيام، والصيام من أجل تجليات الصبر. طبعا راح نعرف إن شاء الله لما هذا الاقتران ما بين الصوم والصبر
في الدقائق القادمة، لكن سماحة الشيخ بودي أن أعرف لماذا يركز هذا التركيز الإسلام على الجنبة التربوية الروحية؟ لماذا؟ يعني يمكن الكثير يعرف بأن الجنبة المادية أيضا لها مثل ما قلتم من هنا ومن هنا، لكن نجد دائما التركيز يكون على المسألة الروحية. أحسنتم على اعتبار أن العبادات أيها الأخ العزيز خادم بها جانب ظاهري وبها جانب باطني. نعم، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، الصلاة هذه الظاهرية، أمرنا بالصيام مثل ما فضل الدكتور بأنه أكو وقت محدد يعني نلتزم به، التزمنا بدفع الزكاة وبدفع الخمس مرة أعطيها ظاهرا، لكنه ليس هذا سر العبادة، ليس هذه سر هذه أداة هذه الشعيرة. نحن اليوم بحاجة إلى هذه النفس أن نرتقي بها. هذا الجانب مهم وممتاز، أن الإنسان إذا حان وقت الصلاة يتوجه بكل جوارحه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما هو الأثر المترتب عليه؟ لما نقرأ في بعض علل الشرائع أو علل الأحكام لهذه العبادات، نعم، نرى بأنه مثل الصلاة حتى يكون الإنسان ماذا؟ ذليلا لله سبحانه وتعالى، حتى يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى. التربية الروحية بالصيام حتى تبين الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد عندنا بالروايات الصوم بالحديث عن القدسي، الصوم لي وأنا أجزي به. ليش؟ أكو جانب روحي، لعله الإنسان الآن يجي يمكن كان صائم، لكنه هل مقومات الصيام متحققة بصيامه؟ نحن نقرأ في بعض الأحيان بزيارة الإمام الحسين عليه السلام أشهد أنك قد أقمت الصلاة. إذن أكو فرق بين واحد يصلي وبين من يقيم الصلاة. إقامة الصلاة أكو فرق جوانب روحية قد لا توجد في غيره. هذا يجي كم من مصلي ليس من صلاته إلا القيام والركوع، هذا أدى ما هو عليه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قد عمله مجزن، لكنه إجزاؤه مثل قبوله. احنا اليوم ننظر الى جانب ان اعمالنا تقبل. متى تقبل؟ اذا عرفنا كوامنها واسرارها الباطنه التي فيها العوده على ثقافه النفس، ثقافه الروح. اليوم المهم ايها العزيز ان الانسان في صلاته يرتقي الى الله سبحانه وتعالى ويكون قاب قوسين الى الله سبحانه وتعالى. ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم بصلواتهم بصيامهم كانوا إذا حان وقت الصلاة أو أداء العبادة يتغير ألوانهم، لا يتحرك منهم شيء إلا ما حركته الريح. لماذا؟ لأن عرفوا الأثر النفسي لهذه الصلاة، عرفوا تربية ما يقومون به من أشياء ومن أعمال. إحنا مع الأسف الشديد ما عدنا هذا، ما عدنا آثار، ولهذا ماذا؟ تلقى الإنسان باقي على معاصيه. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. ليش؟ ما أخذنا الجانب الروحي. الإخلاص اليوم متحقق في صيامنا؟ ها، الإخلاص هل هو متحقق؟ فرض الله سبحانه وتعالى الصيام تثبيتا للإخلاص حتى يبين الإخلاص. فإذا كان عندنا إخلاص لله سبحانه وتعالى ينبغي علينا أن نصوم. ماذا؟ هل نصوم صوم العموم هو عن الأكل والشرب أم الخصوص؟ أم الخصوص أم خصوص الخصوص؟ ولهذا التربية الروحية الإنسان يرتقي بها من خلال هذه المحاور الثلاث. صار رسول جانب الثاني، الأنبياء المرسلين جانب الأول الثالث وهو خصوص الخصوص، أنا وغيري ما أعرف شنو لعله هذا الجانب. أما بعض الأحيان غيرهم الذي لم يكونوا مخاطبين، لهذا القرآن خاطب يا أيها الذين آمنوا، ما خاطب يا أيها الناس، ما خاطب يا أيها المسلم، كتب ها كتب عليكم صيام. إذن أكو خاصية، هؤلاء هم أهل للترقي، هؤلاء أهل أن يكون الصيام ذو أثر تربوي فيهم. يعني يأتي الصوم من أجل الترقية، الترقية للفرد. هذا لابد أن يعني لابد أن يكون للصائم أن يرتقي بهذه الدرجات، بهذه الدرجات التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا ممكن أن يطرح سؤال، لماذا يجب علينا أن نرتقي من خلال الصوم؟ ولكن أعود لضيفي الكريم الدكتور محمد كاظم. دكتور لطيف، قلتم أن دائما القرآن يحاول أن
يربط ما بين الصبر والصوم. لماذا هذه المتلازمة دعنا نسميها بهذا التسمية؟ نوه الشيخ آنفا أنه الإنسان مجبول على حب الغرائز والطوعان لها. وبالتالي من أهم الغرائز ما بعد الجنس هي غريزة الطعام. والطعام هي طاقة مؤدية لتنفيذ الغرائز الأخرى. فبالتالي كان القرآن أنه جعل من هذا الصبر الإنسان أن يحبس نفسه ويكضها عن مرامها وغاياتها لأجل أن يرتقي بالنفس عن من هذه الملذات. يعني نفس الكلام اللي سمعت الشيخ قال إذن هو السر هو الارتقاء. الارتقاء لذلك أنه ما ينطيها القرآن ذم اتباع النفس الهوى ونفس وما سواها وكذا فألهم. أما فجر تقوى يقول الذي اتخذ إلهه هواه. هذا الإله الهوى ربما في المستحبات أو في المباحات، هذه المباحات أكل الطعام والشراب هذه مباح، ولكن جاء القرآن وهذب وجعل من تركه في تركه وجوب الصيام وجعل فيه حرمة فيه عقاب. هذا الإنسان حتى لا مثل ما نقول يستسيغ كل الأمور، أنه أي شيء متناول إيده أنه يأخذه، عندما يمنع من المباح يربيه على أنه يتجنب المحرم. إذا يعني إحنا نقول عندنا المكروه هو سياج وضعه الله سبحانه وتعالى حول الحرام، فبالتالي الاقتراب إلى هذا المكروه هو اقتراب إلى الحرام. إلى الحرام، فبالتالي ومن حام حول الحمى كاد أن يقع فيه. بالتالي هذه المباحات نفسها على مستوى المكروهات جعلها الله من المحرمات في شهر الصيام. أنه منع الإنسان في النهار أنه يمارس حقه الطبيعي الفسيولوجي في إيش؟ في أنه يمارس الأكل والجنس وغيرها، ولكن جاء الشهر الفضيل فمنع هذا الأمر تربية للإنسان بهذه السنة من 12 شهر بهذا الشهر الفريد، أنه يربي نفسه أنه لا يعطي نفسه مجالا في هواها فيلزمها في هذه المجالات. سادتي المشاهدين الكرام، طبعا أرقام الهواتف ظهرت أمامكم، ويمكنكم أنتم أيضا أن تطرحوا أسئلتكم في خصوص التربية ومن خلال نسائم رمضانية وضيفي الكريمين الشيخ الدكتور حيدر السهلاني والدكتور محمد كاظم الفتلاوي، إن شاء الله سيجيب على أسئلتكم التي تخص مسألة التربية الروحية وما نأخذه من الصوم. دكتور حدد وركز الإسلام على الارتقاء، لماذا الارتقاء؟ طبعا بشر ويكون إلا يرتقي، يعني ما هو السبب؟ يعني الغاية التي خلق من عندها الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا في مقام العباد تعبد من؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى، فينبغي معرفة من تعبده. ومعرفة من تعبده لا بد لها من أن ترتقي. رياضات حتى ترتقي فيها. اليوم أنت مثلا هذا كمال الأجسام أو ذهول يرفعون أثقال، يعطى حتى يبلغ المرتبة العالية يعطى له رياضات بسيطة قياسات معينة وبعد ذلك يرتقي. نفس الحالة هذه العبادات الله سبحانه وتعالى، وهو خلقنا وهو غني عن طاعتنا، لأنه لا تنفعه ما طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصاه. فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. إش كثر يصير عندك جانب تقوى، إش كثر يصير عندك جانب هذه النفس تكبح جماحها ولا تعطي للنفس ولكذا سؤلها، وارد عندنا بالأشعار من أعطى للنفس كذا نال منتهى الذم أجمع. فإذا ارتفعنا عن هذا الجانب وارتقينا بهذا الجانب الآخر، الإنسان يكون ماذا؟ مرتقي، يعني قاب قوسين أو أدنى لله سبحانه وتعالى. ويكفي هذا الوجود عالم الوجود، لعله هاي أحد الإشكاليات التي تعرض، بأنه الإنسان ما جاء يرتقي حتى يصل إلى ذلك الفناء المطلق. يقولون علماء الأخلاق يكفي بأن العالم إذا وصل له النفس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصل إلى ذلك العالم يكفي، لأن الله سبحانه وتعالى ما يحتاج ماذا؟ ما يحتاج وكيف له أن يصل إلى ذلك العالم؟ محتاج النوع، محتاج النوع. هذا مولاي الكريم اليوم له أثره حتى على المجتمع. اليوم كم واحد يعني من يغريك العياذ بالله مثلا بكلامه،
بصلاته، لكن تعال تعامل وياه في معاملاتك اليومية الإيقاعية. اغضبه، شوف ماذا يكمن هذا تحت هذا القلب الذي كان يصلي أو كان يصوم أو كان هذا الجانب هواي يركز عليه، هواي يركز عليه. يعني اليوم كنا بالكلية أحد الإخوان أكثر صارت عملية غش لأحد الطلبة، ويقول تعجبت عليه تعجبت عليه، يقول هذا الطالب هسه عنده فرد اللحية مسوي له ماتين حط طلبة فد متنسك ما أعرف إيش، يقول أصلاً مو يمه يعني أراقب على الطلبة كلها ما عاد هذا ما أراقبه زين، وإذا لقيت عنده حالة غش ما طلعته، قلت لأبوي لحيتك زينها تعال غش لا تغريني لا تغريني. فإذا هذه مع الأسف الشديد قمنا يعني نحن نحتاج بعض الأحيان نعيش المظاهر المظاهر، ولهذا ما إلها آثار معنوية صارت عباداتنا. وبعض الأحيان تقول له هذا إذا مثلاً عنده فرد توجه ديني أو توجه كذا يقول لك أنا هذا أخشى من عنده، أخشى التعامل أخشى التعامل من عنده مما يؤسف له. ليش؟ لأن هذه صار أكو بعض الأفراد كثير من عندهم تلبسوا بهذا المبدأ. الشارع العام هم ما ينظر إلى زيد وعمر وهو ينظر إلى واحد هذه لعله ويقيس على يقيس على الطائفة أو على مجموعة أو أستاذ أو مدير أو أي صنف من الصنف، خاصة الذي مثلا عندهم توجه العبادي أو توجه الديني أو توجه كذا. فتركيز الإسلام على هذه الخصلة، لأن هذا هو أساس العبادة. أول الدين معرفته، أنت تعرف من تعبده، من شلون تعرفه؟ من خلال إما صفاته وإما أوامره ونواهيه. فبقدر ما تعبد الله تعالى بالعمل بطاعته والاجتناب عن معاصيه ويكون له الأثر الإيجابي عليك، تكون قد عرفت الله تعالى. هل سيبقى هذه درجات المعرفة 10 15 20؟ نأمل أن ترتقي أكثر. المهم نعبر إن شاء الله خط الشروع نعبر خط ونرتقي إن شاء الله. دكتور محمد كاظم لطيف، دكتور حيدر أشار إلى مسألة الارتقاء، وهذا يجرنا إلى سؤال طالما سئلنا به عليهم، وخصوصا هذه الموجة موجودة في الإلحاد اللي صارت رأسا. يقول لك يعني شنو أنت مجرد أنه تتحرك حركات طبيعية أنت راح ترتقي، ما راح توصل لهذه المرحلة، فكيف أنا أردا على مثل هذه التساؤلات؟ أنا كيف أنه أقدر أرد على مثل دول اللي يقول لك إيش يعني أنت إلا ترتقي وإلا كذا أنت أمشي عادل خلاص ومشي طبيعي؟ هو الكلام في ظاهرة صحيح أنه الدين حسن الخلق، الدين المعاملة، ولكن هذه الأخلاق إن لم تكن لها أرضية راسخة ما ممكن أن تصمد. يعني هو بس إحنا المشكلة وين يا أستاذ الجليل؟ يعني الكثير راحوا للغرب ورجعوا يقولون صورة واحدة، التعامل الغرب معاه، ولكن تعامله معاه متى ما أنت محتاج أنه تستلم عنده بضاعة هو ما يغشك. ليش؟ مو حبا بيك وإنما حبا بالمادة، ومثل ما نقول إحنا يا ربي زبائن، فهذا اللي سبب أنه ما يغشك ولا كذا ولا هذه الأمور الأخرى. ولا الويلات والحروب اللي صادفتنا من الغرب واللي مرنا فيها دليل واضح على أنه الناس أصحاب مصلح. المشكلة أنه هذا الارتقاء الأخلاقي ارتقاء إعلامي لا ينزل إلى المستوى الحقيقي الذي نريده، أنه الإنسان يؤثر على نفسه أو الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه نريدها، أنه أنا محتاج هذا الشيء وزميلي محتاج هذا الشيء وجاري محتاج هذا الشيء وأخي محتاج هذا الشيء، وأنا أتنازل منه هذا الشيء إلى ذلك المقابل. يعني واقعا إذا ما حصل مثل هذا الأمر راح ندخل في عالم منتهى الرقي. هذا الرقي على أنه إيش؟ مستند على أنه هنالك شيء أو إله سوف يعوضني ذلك. طيب نأخذ اتصال من الأخت الكريمة أم مريم من بغداد. أم مريم سلام عليكم. وممكن انه تنصين السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا يا ام مريم، نصر للتلفزيون شويه واسمعونا. نعم نعم يا ام مريم تفضلوا. السؤال وي السيد اذا ما استاذ زحمه ان شاء الله مو فقهي. السؤال اذا ما استاذ زحمه وي شيء
يلا نسمع السؤال للشيخ، تفضلوا يا أم مريم. يا رب ما يكون فقه. ولو الموضوع، ولو السؤال خارج الموضوع، أنا ثوابي سووا للحسين وللأهل البيت جيرانه، هاي ما أخذ من عندهم، وأشوفهم يعني ما متجهين بذاك ويتجهوا يا رب العالمين. صحيح تقريبا إن شاء الله نفس الموضوع، إن شاء الله نفس الموضوع، أسا نشوف إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أم مريم. سادتي المشاهدين الكرام، يعني أكثر من مرة أنا نوهت، ما أعرف يمكن حتى بعض السادة الكرام راح يلوجون من عندي، لأنه دائما ضيوفي هم من أصحاب السمو وأصحاب السماحة وجزاهم الله خير جزاء. لكن هنالك برامج في قناة المعارف هي متخصصة بالفقه. الآن نحاول أنه نربي أنفسنا التربية الروحانية اليوم في حلقة هذا اليوم، جزاكم الله خير جزاء. لكن مع هذا إن شاء الله إذا كان أكو مجال راح سمحت الشيخ يجاوبكم. إذن بالتالي دكتور، يعني واقعا الإنسان إذا ما اتجه إلى الله سبحانه عز وجل سيبني مجتمع، يبني إنسانية، ليس كما من أجل المادة اللي مصلحته وياها متعلقة. قاطعك بالخير إن شاء الله. هم يعملون أما من باب الدعاية، أما من باب الشهرة، أو من باب الترويج. الإنسان المسلم الصحيح يعمل للقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأول ما حارب في ذلك في تصرفاته وفي عباداته وفي معاملاته مصطلح نسميه الرياء. أنه أنا أبتعد عن الرياء، أبتعد عن الظاهر، أبتعد عن المجاملات على حساب الدين، لأن أنا ما أريد أن أظهر بهذا الأمر. ليش؟ لأنه أنا أعرف أن ورائي حسيب يقول أنه الرياء شرك أصغر، فبالتالي أنا أتجنب أصلا. لو كان في أمر أنه هذا الأمر الفعل الخير الذي أنت عملته، ربما من المؤمنين ينكر أنه أنا ما فعلت هذا الأمر الخير أو هذا الأمر الحسن، وسيرة الأئمة في ذلك شاهد شاخص في ذلك في هذا الموضوع. طيب نأخذ اتصال من الأخ أبو مسلم. أبو مسلم من بغداد، سلام عليكم. الأخ أبو مسلم إن شاء الله تسمعنا يا أبو مسلم. طيب الأخ هادي من الكويت. الأخ هادي سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا هادي. وطاعاتكم إن شاء الله يا أخ هادي. في مسألة، نعم، في هذه الحلقة بخصوص مسألة التربية في رمضان. نعم. كيف يمكن لي من عبد كعبد أن أوجد هذه الجدوى في إشعال شرارة التربية الروحية؟ أحسنتم أحسنتم، شكرا يا أخ هادي. واقعا جزاه الله خير جزاء الأخ هادي. يقول كيف لي أن أجد هذه الجذوة من أجل التربية الروحية؟ أنا كيف أول قدحة أنا أخليها تنمي مسألة التربية الروحية اللي موجودة عندي؟ حقيقة مثل ما تفضل الأخ الدكتور، لعله جانب الصيام، جانب الصيام أو جانب العبادات مطلقا أول قدحة إذا أردنا أن نعرف أننا قد أصبحنا مع تماس واقعا مع الله سبحانه وتعالى، هو هل نستطيع أن نعصي الله؟ يعني ابتعادنا عن المعصية، وابتعادنا عن المعصية مترتب درجة ثانية عن كبح النفس، إعطاء سؤلها، إعطاء شهواتها. شوف الصيام، الصيام يعني من أول دوافعه هو حصول الصبر بأداء هذه الشعيرة. نعم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع بعد مضمون الرواية فعليه بالصيام، فإنه وجاء. فإنه وجاء، شنو وجاء؟ وجاء على أنه صبر، بأن بهذه الصبر يحصل الإنسان يبتعد عن من؟ يبتعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصيام أمانة، فاعرفوا لمن تؤد هذه الأمانة. وكان إذا قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى من ائتمنكم، يضع يديه أو يده على عينيه وعلى سمعه ويقول العين أمانة السمع أمانة. شنو هذا معناه؟ معناه هذه عينك بهذه العبادة استطعت أن تعطيك التربية الروحية وتغض بصرك، استطعت أن لا تسمع مما نهى الله عنه سبحانه وتعالى من بعد أداء شعيرة الصيام،
فقد أديت ماذا؟ هاي الجدوى للأخذ تعبيره جدا رائع جدا دقيق بأنها جدوة. أول جدوى وهي أول قدحة. شو لاحظ الآن بعض الشباب يجي يسأل يقول شيخنا دكتور أنا عندي فرد علاقة مع زميلات كذا فأجي أوقف يمها أحكي أتكلم وياها ليس فيما حرم الله نعم. ها ليس فيما حرم الله هذا حرام علي يأثر على الصوم شوف إلما شوف إلما إجى إلى جانب العبادة وهو جانب طاعة الله هسه لعله هذا إذا كان حرام سواء كان صيام أم غير صيام ماذا هذا حرام ولكن شوف الصيام هنا هذه يعني حقيقة المدرسة أو الدورة التمرينية اللي الله سبحانه وتعالى أدخلنا إليها حتى يثقفنا عليها وحتى نخرج من هذه بنجاح وتكون ماذا خط إلينا في كل أيامنا وفي كل ليالينا هذا الجانب إذا لاحظناه الإنسان إن شاء الله يستطيع أن يطوي المسافات بسرعة وهو بأنه كيف تحافظ على هذا هماتي مهم جانب مهم بأنه الإنسان إذا عمل عملا هل يستطيع أن يحافظ عليه يستمر به إذا لا لا يحافظ عليه يكون أنا الآن صمت وصليت أستطيع ما أسلط عليه نار فأحرق ذلك العمل جيد هذا هذا يعني جميل الإنسان أن يعمل وجميل أن يستكثر من عمله ولكن صعب أن يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث من قال أشهد من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زرعت له شجرة في الجنة قام له واحد من الصحابة قال له يا رسول الله ما أكثر شجرنا أو نخلنا في الجنة شوف هاش لاحظ 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 الجانب العبادي اللي قام به لكن ما لاحظ ماذا ما لاحظ هاي الجدوى بقت محافظ عليها لو راحت لو احترقت لو احترقت قال وما أكثر النار التي تسلطونها عليها والقرآن صريح وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا يقول حكينا نصلي كنا نصوم يقول لكنه كان إذا عرض لهم الحرام لا يتناهون عنه فإذا شنو دوري ما حصلوا هاي الومضة الإمام علي عليه السلام يقول عنها الإيمان يبدو على أنه ومضة ثم يتسع هذا إلى أن يصير نور والعياذ بالله السيئة نكتة سوداء فتتسع إلى أن يصير ماذا القلب أسود العياذ بالله هذا يمتنشعر بهاي الومضة أنا العياذ بالله كنت أفعل الفعل الذي لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى بعد أدائي لهذه الممارسة من صلاة من عبادة من أي أمر أمر الله سبحانه وتعالى ابتعدت لو رجعت إلى معالي فإذا رجعت على معالي كان الأمر سيئا صمت أم لم أصم أما إذا لا والله اليوم عندي 90 سنة الأخرى صار 80 وارتقيت العياذ بالله من السيئات ومن أفعال المنكرة هذا الإنسان يشعر بسعادة وأكو نقطة مهمة هماتين نعم شوف من وصايا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه يوصي أولاده يقول عليكم بالجد ولا تقصروا أو لا تستكثروا في طاعة الله الإنسان دائما يشعر عليه ينبغي أن يشعر عليه بأنه مقصر هذه هماتي نقطة مهمة لأنه إذا استكثرنا من أعمالنا يبرد وصار تمايز اليوم أنا أفضل من سيد رسول شين سيد رسول أنا معمم هو أفدي أنا أستاذ هو مقدم برنامج أنا لابس كذا هو لابس كذا هذا التعالي على الآخر هذا هم يفني العبادة هذا العجب العيادة والله إذا دخل إلى قلب الإنسان وجعل ماذا وجعل بأنه أفضل من الآخرين هذا أصلا هو والآخر ما في شيء يقول يدخل شخصان أحدهما عابد والآخر فاسق أحدهما عابد والآخر فاسق يدخلان إلى المسجد الرواية تقول فيخرجان والعابد كافر والفاسق صديق الله شلون هذه يقول هذا من دخل عنده هاي لغة التعالي ما عنده جدوى العبودية والذلة بأن أنا أفضل من بأن أنا أفضل من هذا شنو هذا العياذ بالله هذا مثلا يشرب خمر هذا يفعل المنكرات أما أنا شنو أصلي صلاة الليل أفعل الأفعال المستحبة أما ذاك هذا عنده وذاك دخل وفي نفسه هذا أفضل ولكنك يا رب أنت غفور رحيم أنا أستغفرك الله. أنا أعلن توبتي إليك فقبل الله توبته وذاك بعجبه أنزل داود عليه السلام على عظمته ولعلي أخذ وقت الدكتور بس أعطيه بقية الوقت كله تفضل دكتور داود عليه السلام ينزل عليه الوحي يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين حتى داود تعجب ها
قال له يا رب أبشر المذنبين وأنذر الصديقين. قال نعم أنذر الصديقين، الصديقين ألا يستكثروا من أعمالهم، ألا يعجبوا بأعمالهم، وبشر المذنبين بأني فتحت باب التوبة إليه. شو ذاك هذا اللي ما عاش ماذا؟ ما عاش الجو الروحاني الذي يرتقي بالنفس المن إلى عالم قاب قوسين أو أدنى، سلم الصعود ما ارتقى به، بقى وين؟ مراوح في نفسه، بقى مراوح في نفسه، استكثر من عمله، أعجب بعمله، زين أدخل عامل الرياء لعله على عمله، فما صار عنده هذا، ما صار عنده الترقي الذي ينبغي بأدائنا إلى هذه الأفعال أن ماذا الإنسان يرتقي بها إلى سلم الكمال. أحسنتم دكتور. هذه الأمور، أمور الترقية مثل ما قال الشيخ يجب أن تستمر ويجب أن نثبت عليها، ولا بد أن تكون هنالك نقاط للاستمرار وللثبات. إحنا من نتكلم أمامنا مشاهد وأمامنا ربة بيت وربما يعني أطفال هيامها، والمشاهد أيضا ربما مشغول في عمل ويسمع هذا الكلام، ولكن لا نريد أنه ندخله في جانب يعني خارج عالم الملك إلى عالم الملكوت ويسمع كلام الترقي والكذا واقعي، فيشعر أنه أنه هذا برنامج مو يم الكلام واقع. إن شاء الله نخلي شوي، لو نقلل شوي من المصطلحات حتى شوي يصل إلى دكتورنا. دكتورنا بعض الأحيان نرتقي فوق نحصل هلقل، إذا نجي شوية ها على القليل ما نحصل شيء. خاف تهرب الناس من يسمع هيك كلام يقول لك هذا بعد أنا أظل بالخلف. نعم حقيقة أنا لعهد قريب كنت أظن أنه الأمور التعاملية فيما يتعلق بالمعاملات هي هذه تنفع الناس في دنياهم والله يثيبهم في آخرة، ولكن وكنت أظن أنه قضية العبادات هذه أمور ما بيننا وبين الله ولا دخل للناس فيها. نعم. لعهد قريب ثم وجدت وأنا أدين ذلك في نفسي، أنا أتعبد إلى الله بهذا الأمر، أنه حتى الجوانب العبادية هي أمور تتعلق مع الناس. جيد. الصلاة على سبيل المثال. نعم. وهي الصلاة ما بين العبد وربه. نعم. انظر ماذا يقول الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي منكر وأي فحشاء مع الله مباشر، لا نستطيع أن نفعل منكر وفحشاء مع الله، وإنما يقصد فيه تعامل مع الآخرين. إذن حتى هذه الصلاة اللي هي عمود الدين علاقتها علاقة مع الناس. الصيام نتكلم عن الجانب الروحي والفقهي وكذا، ولكن هو في أصله هو الصبر على الأخلاق السيئة التي عندنا نحبسها التي نوجهها إلى الناس، تعامل مع الآخرين. وليس بالعبادة عندما نسمع نرتقي ونرتقي أنه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بأنه نجهد أنفسنا في بصلاة الليل والعبادات وكذا وتلاوة القرآن ونحجر على أنفسنا في غرف مظلمة لقراءة القرآن والتبتل والاعتكاف عن الناس والعزلة. لا، أنا أتكلم معك وخطرت في بالي هذه الرواية، الإمام محمد الباقر عليه السلام يتكلم مع جعفر الصادق عليه السلام، إمامان معصومان، معصوم يتكلم مع معصوم ويوصي ابنه، يقول له الإمام الباقر يوصي الإمام جعفر الصادق، وطبعا كلام الأئمة عليه السلام ككلام القرآن، إياك أعني واسمع يا جارة. نعم. يقول له بني لا تهلك نفسك بالعبادة، فإن الله إذا رضي عن العبد قبل منه اليسير. الله لطيف. ما يعني أنت جاهد لطيف. نفسك، وهذا حقيقة عندما أقول الأب ومع الإبن، لأنه فترة المراهقة التي يعيشها الطفل شوف في حدين، أما سامع للغناء طارب له منحرف، وأما لحية وكذا وكل شيء عنده حرام وكل شيء ممنوع ومتعصب وكذا في فترة المراهقة عند الدين، فد أمور كلها محرمة وتعامل مع الآخرين بحد السيف. هذا الكلام موجه للإمام من الجعفر الإمام الباقر إلى الإمام الصادق عليه السلام، يقول لبني إن الله إذا رضي عن العبد قبله من اليسير. كيف يرضى عنه؟ بر الوالدين، إرضاء الجيران، العف عن محارم الناس، هذه الأمور التي يريدها الله سبحانه وتعالى. العبادات مقدمة للأخلاق. هذه العبادات كلها عندما نعرف إن الله على إن الله بصير، إن الله يعلم خائنة العين وما تخفض الصدور، أعلم إن ذلك، إذن أنا يجب أن أتعامل مع الآخرين. لا تعامل مثلا نقول ندعو للتواضع، التواضع مع من؟ مع الإنسان الذي صاحب النفوذ والسلطان؟ لا، هذا احنا متواضعين شئنا ما أبينا في موكبه بكذا، هو يخليك أنت في الأخير، ولكن التواضع الحقيقي مع المستضعفين، مع الذين أنت لك قدرة عليهم. وأبسط الناس في ذلك هم أهل البيت، أهل بيتك يعني أقصد. نعم. أنت الرازق لهم،
أنت المعين لهم، أو كما يقول الإمام علي عليه السلام إنهم على الأطفال، إنهم لا يعرفون إلا أنك أنت ترزقهم. هكذا يكون مع هؤلاء التواضع، يكون مع هؤلاء المدد الذي نطلبه في تعاملنا مع الآخرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا في هذا الشهر الفضيل، حتى لا يظن الظان إنه مجمل الله سبحانه وتعالى إنه صام ذلك اليوم وقد شدت فيه بعض الحرارة والعطش فتسوء أخلاقه، ولا إيش أنا صائم، لا تخليني أتكلم معاك، والله أنا لو ما صائم لفعلت هذه الفعلة، ولا قلت أنت ما متفضل على الله سبحانه وتعالى في صيامك، أنت في عملية صقل لنفسك. وأقرب الناس الله يوصيك فيهم، على أنه الإنسان لا يوصى فيما يعيل، ولكن الله يوصيك. فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خيركم، وهذا عندما يقول خيركم يتبادر الذهن، خيركم من يقرأ القرآن من الصباح ويختمه، طبعا ويدعو. بالمناسبة ترى ما عندنا رواية يعني عذرا فيها أنه يجب أن تختم القرآن من أوله إلى آخره وتعكف نفسك على هذا الجانب، ما في عندنا هكذا رواية. كل القرائن والأدلة من القرآن التدبر، ومن السنة التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ حتى لم يقل أفلا يحفظون القرآن، حتى لا يعيب علينا العائب أنه نحن لا نحفظ القرآن. لا، نحن لا نحتاج إلى رامات في أذهان طلابنا أو في أذهان أبنائنا، أنت على حفظ القرآن. وما أنا في شأني في حفظ القرآن وأنا لا أعيش خلق القرآن. عندما سئلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لها صفي لنا خلق رسول الله، ما قالت كان يحفظ القرآن، قالت كان خلقه القرآن، خلقه القرآن. فبالتالي عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم، خيركم لأهله، ما قال خيركم من يصلي صلاة الليل، ما قال خيركم من يفعل العبادات الفلانية والكذائية، مع طبعا لكل لها جانب، لأن المنظومة الإسلامية منظومة تكاملية. يعني احنا عندما نريد أن نجني العبادات فقط ونحن نصلي بدون صيام ماكو جني ثمار. عندما نقول لا نصوم ولا نصلي ونريد ثمار، الله لماذا لم ينزل علينا هذه الروحانيات التي شئنا؟ لا، عندما نصف هذا الأمر نقول نحن كالنبتة التي تحتاج إلى هواء، تحتاج إلى الشمس، تحتاج إلى تربة، أوفر لها التربة أمنع عنها الهواء، ما في ثمار. أوفر الهواء أمنع عنها ضوء الشمس، ما في ثمار. كذلك المنظومة الأخلاقية العبادية يجب أن يكون فيها إيش؟ يكون فيها الصلاة والصيام، كل هذه الأمور العبادية تشتغل كلها على الإنسان حتى تنتج لنا الثمرة. فبالتالي ماذا يقول النبي؟ خيركم، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه حقيقة نصبا إلها نتدبر فيها، أنه خير الإنسان أن يكون لأهله، ما يكون أنه الإنسان هو واعظ للناس الآخرين وهو في بيت ظالم جحوف حاقد يتعامل معهم بالمسميات والصفات الغير طيبة. فبالتالي هذا أهم شيء، أنه الإنسان إذا لم يكن له فيه خير لأهله من اليقين المتيقن أنه ليس فيه خير للآخرين. هذا أحسنتم. معي أيضا اتصال من الأخ علي حسين من باب العلي. سلام عليكم علي. السلام ورحمة الله وياك حسين، عفوا مو علي، أحسين. يا أهلا وسهلا يا أحسين، يا أبو علي، تفضل يا أحسين. والله جزاك الله خير أخوي، جزا الله خير القناة الرائعة، وتحية للشيخ الفاضل والأستاذ، الله يبارك بيك ويحفظك، تفضلوا. يعني الموجود حاليا بالأوساط، الأوساط يعني خاصة الدينية، نجد مثلا الرجل الدين، طبعا البعض مع احتراماتنا للشيخ، نعم، يعني يعانون من نقص حاد مثلا في تزكية النفس والقيم، يعني المتدينين، يعني هاي طبقة المتدينين، يعني اكثر في المشكلة يعني كبيرة. يعني مثلا ذاك يوم في الشخص مثلا يقول لي يعني بالدائرة لمينا تبرعات. اعرف السؤال اخ حسين، السؤال سؤال شنو يعني؟ نعم انا واضح عندك، بس شنو سؤالك؟ سؤالي بأنه مثلا شلون تزكية النفس، يعني خاصة المتدينين، يعني ذول المحسوبين على الدين. طيب شكرا جزيلا. يعني وصل شكرا جزيلا. يمكن الأخ حسين راد يقول يعني أنا قد أستغرب ليش يخصص، هو بشكل عام إحنا خلينا نحكيها، لكن الأولى أنه للرجل حقه، حقه، لأن هناك صور وهناك نماذج للأسف الشديد محسوبة على الدين. ما هي هاي محسوبة؟ محسوبة لكن الناس عليها الظاهر. لكن عليها الظاهر. هسه هو ما كمل سؤاله بأنه تجمع تبرعات شنو؟ وين راح التبرعات؟ مو فلوس باسم الدين. باسم الدين. والله لكن هو هذا اليوم هاي الظاهرة التي ابتلي بها الدين. ابتلي بها الدين. يعني أحد مراجعنا رحمة الله عليه
عندما قيل له بأن فلان العابد أو فلان المعمم قد سرق، قال هذا ليس معمم، هذا حرامي دخل لبس العمة. هذا للأسف الشديد هو ما عندنا ضابط اليوم لمن يدخل إلى الحوزة العلمية كيف يعامل، كيف يرتقي، كيف يتعامل. يجي اليوم مفتوح الباب هذا على البركة وعلى التقوى وعلى الكذا، قسم من يستغله وقسم من يصعد على أكتاف الناس. اليوم هذا الأخ جزاه الله خير يستطيع أن يميز، اليوم الشارع صار بتمييز يميز بين هذا وبين ذلك، مثل ما الآن في جميع أصناف الحياة، الطبيب، المحامي، النجار، الحداد، بيهم الزين وبيهم ما زين. هاي المنظومة دخل فيها ودخل فيها ما دخل. هم اليوم جزاهم الله خير ناس قاموا يميزون بين فلان وفلان. الحمد لله اليوم عندنا الطبقة الثلة الراقية من علمائنا رحم الله الماضين الله يحفظ الباقين، من خطبائنا، من موجهين، من طلبة الحوزة، الذي حقيقة واحد يعني يفتخر بهم ويسمو بهم. وبالجانب الآخر عياذ بالله هم أكون محسوبين على كذا. ولكن الحمد لله اليوم أصبح الله سبحانه وتعالى يقول يعني يبرز هذا اللي كان عياذ بالله محتالا أو كان اللي يعيش باسم هذا يبرزه اليوم يطلع للساحة. وعلينا إذا مو شوية نركز شيخنا، لازم إنه نميز يعني، لأن رأسا لازم يكون الناس هم حقهم، ولكن الناس هم حقهم، الناس هم عند ردة فعل. بس أتصل أخذ من علي وبعدين أعود لك دكتور. علي سلام عليكم. علي أهلا يا أبو حسين من الديوانية، تفضل حبيبي. قال بارد أوجه سؤال على الشيخ. سؤال تفضلوا. أنا زوجتي تريد الصوم وما خليتها. شكرا جزيلا يا علي. قلنا نقول دائما إنه الأسئلة الفقهية هنالك برامج ثانية في هذه القناة يمكنكم أن تتصلوا بها، وأيضا هي برامج مباشرة. دكتور أحبيت أن تقول أمر تفضل. حقيقة بالشارع نسمع نحن أنه هم متى فعل أنت هذا العمل الطيب، ليش ما تسوي هيك؟ يا أخي ما أقول لك هو المعمم هو هيك يفعل، هذا عود محسوب على الدين هيك فعل، بعد إحنا علينا معود كلهم كذابين كلهم كذا. هذا الماشي في المجتمع في الأغلب. حقيقة نحن نشير إلى قضية مهمة. بعض العلماء يقول ما ذنب الإسلام من مسلم جاهل؟ نعم. هاي واحد. ثانيا الله سبحانه وتعالى دزلنا مسج، يعني الله ما تارك الأمور هكذا هباء، وأنه فوجئنا بعصر العولمة والعصر هذا أنه أكو أمور تحتاج إلى نص قرآني جديد ينزل لنا. الله بعث لنا مسج من زمان، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أنت عليك مسؤول عن نفسك، ما انه ليش ما تفعل هذا العمل الطيب والله فلانيين استغلوا طيب. هذا الجانب ما افعل هذا الشيء لانه الناس هذا يحكي لك بالدين وهو انسان منحرف. امير المؤمنين يقول خذ الحكمه ولو من منافق، الحكمه ضاله المؤمن يبحث عنها انما دارت، خذوها ولو من رؤوس المجانين. ما لي علاقه انا فلان والله خطيب انا ما استمع له، وش يتكلم الخطيب؟ ما لي علاقه اخلاقه في بيته كيف وكيف، ولكن لا احرم نفسي المنفعه، لا احرم نفسي الفائده. فبالتالي نحن نقول يا أيها الإنسان أنت تسمع إلى الناس الآخرين، عليك نفسك، الله ما يسألك عن تصرفات الآخرين وعن سلوكهم سرقوا أو لم يسرقوا. هذه الكلام يعني تفعل شيء يقول لك يا أخي عذرا، يعني يقول لك والله هي الدولة كلها فازدة هي كلها بقت علي أنا. طيب. ما أفعل هذا الشيء. هذا دكتور يعني قد هذه آراء معينة طرحها أحد الأخوة المتصلين، لكن دعونا نعود لنسائم شهر رمضان. الجوانب اللي احنا ناخذها من الصيام دكتور جوانب كثيرة، لكن البعض وخصوصا الشباب يقول يعني مثلا كلام سمعت الشيخ كلام الدكتور كلام جيد وجميل، انا دخلت للصوم لكن ما أشعر بهذا الشعور في حياتي، أو كيف لي أنا أعرف أنه أنا ممكن أنه خط الجذوة اللي ذكرها الأخ هادي من الكويت. يعني لعله خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان يعني في آخر جمعة من شهر شعبان عندما عدد فضائل الشهر العظيم شهر رمضان. نعم. من ضمن الخطبة يعني هاي اللي تذكروا بجوعكم وعطشكم جوع وعطش يوم القيامة.
يعني هذه الإنسان اليوم ها خاصة مثل أصحاب الثراء، أصحاب هذا اللي يعطي للنفس سؤلها من شهوات ومن غيرها، هذا اليوم 16 ساعة وخاصة هو في عمل، هذه حقيقة تجعله ماذا؟ تجعله أن يمد يده ويجعلها على قلب الفقير، مواساة، مواساة للفقير، مواساة للفقير. ولهذا لعله أشار الدكتور فهد إشار بأنه جانب الإيثار، هذا من منميات أو من جوانب الروحية التي تعطي. يعني احنا نتكلم عن الجانب العبادي، الدكتور أشار بعض الأحيان بأنه الإسلام منظومة متكاملة، التعامل مع العيال والتعامل مع الأسرة صحيح، هذا كله صحيح، لكن احنا اليوم جاي نستظهر العبادة. نعم. بما هي عبادة، ما هي آثارها، كيف انعكاسها، ذاك موضوع آخر. اليوم احنا تركيزنا على هذا الجانب العبادي. نعم. هذا الجانب العبادي، يعني يسأل ما هي العلة التي من أجلها فرض الله الصيام، زين؟ نعم. يقول حتى أن الغني يشعر بجوع الفقير. هسه هذا ماذا؟ هاي يسموها العلة الظاهرة، هذه العلة الظاهرة. وإلا بعض الأحيان يجي واحد يشكل علينا يقول شايف فقير، ليش الله سبحانه وتعالى فرض عليه الصيام؟ هو أصلا فقير من قبل، فليش جوعان جيد كيف؟ هسه طبعا هذه بيها في الترتيبات، الشيخ الصدوق يذكر بأن أبونا آدم عليه السلام زين عندما دبت روح فيه سعى إلى شجرة فأكل، ففرض الله الصيام 30 يوم، وليش من هالوقت إلى هالوقت؟ إيش فد عندنا؟ طيب. الجانب آخر، في الجانب طيب. آخر، لكن هذه يقول أنا ما جاي أشعر، عامل المواساة موجود، ها عندك هذا العامل موجود لو ما موجود، فإذا كان موجود فهو الفقير ولا الغني. شوف أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه ها ثلاثة أيام بات طاويا ها على ما هو عليه زين، وأطعم الفقيرة والمسكينة واليتيم، ها أطعمهم. شوف هذا الجانب شنو ولد عنده، جانب الإيثار، هاي التربية الروحية، أنت تؤثر، أنت الآن جائع وعطشان وعندك هاي اللقمة الخبز اليابس اللي تاكلها، يدق الباب فقير تطيح إليه زين. هذا شوف شلون أي قابلية على جانب الإيثار، لكن احنا هذا شنو موجود عنده؟ هذا جانب الصبر. شوف جانب الصبر الذي من خلال العبادة، من خلال العبادة، أنا أتكلم عن جانب العبادة على اعتبار الحلقة مخصصة إلى هذا الجانب. بأنه هذا وجدناه يعني بعد إفطارنا، شلون تعاملنا مع الغيبة، شلون تعاملنا مع الكذب، شلون تعاملنا مع النميمة، شلون سهراتنا على التلفزيونات وأوقاتنا نقضيها على لهو، هسه قد يكون لهو حلال إن شاء الله، نقول لهو حلال مو لهو محرم. نعم. هذا الجانب شفته تعيش بآثاره لو ما تعيش بآثاره. هذا الإنسان من يريد يعرف بأنه أثر صلاته، أثر صيامه، بأنه ما بعد الصيام كيف يكون، هاي نفسه شلون روضها، إنما هي نفسي بها. أروضها بالتقوى. شو أن التقوى تحصل؟ كلما ابتعادك عن المعصية العياذ بالله، كلما تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا شوف جانب العبادي، الجانب العبادي في شهر الصيام اللي يعني اللي نستطيع أن نقطف ثماره، حتى الإتيان بالمستحبات عنده. شو لعله صلة الأرحام من قد مقطوعة، لكن شهر رمضان ممكن أن القرآن شو أنت تعاملنا وياه، لكنه بشهر رمضان ها ربيع القرآن، ربيع يعني شهر رمضان هو الربيع لقراءة القرآن. فإذا حتى الأعمال الاستحبابية أنت تكون ماذا؟ تكون مدعاة إلى التركيز عليها. ليش؟ مثل ما تقدم الكلام، الارتقاء والتكامل وارتفاع بهذه أحسنتم دكتور. طالما اختصاصكم هو القرآن، نعم في شهر رمضان هو شهر القرآن، لكن مفردة التدبر لها خصوصية خاصة، فهذه المفردة أنا أخذت كثير من الضيوف الكرام في الحلقات السابقة وبحثنا عن كيفية التدبر، وكل أدلى بدلوه في هذا المجال. دعنا نأخذها مزيج من الأكاديمية التي توز أو تأتي بثمار بسيطة إلى المشاهد الكريم، كيف؟ أحسنتم. طبعا في كل آية من آيات القرآن يحتاج منها ما منها من الكلام والإيضاح. نعم. ولكن أنا سوف أخذ مفردة واحدة في القرآن الكريم نتدبر فيها. كلمة في سبيل الله. نعم. كلمة حقيقة للمستمع لها يقرأها تقريبا وردت في القرآن الكريم 60 مرة. نعم. في سبيل الله، المجاهدون ينفقون كذا كذا في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ كأنما السبيل يقول لك هو الطريق، الطريق إلى الله. أي كيف الطريق إلى الله؟ كيف العمل الطريق إلى الله؟
كل المفسرين الشيعة أجمعوا وكثير من علمائنا وفقهائنا قالوا كلمة في سبيل الله هي في سبيل الناس. كلما وردت كلمة، أنا أؤكد على هذه المفردة، كلما وردت كلمة في سبيل الله يقصد فيها في سبيل الناس. وطبعا هذا التفسير ليس تفسيرا للعلماء، وإنما مستشف من المستدل من أهل البيت عليهم السلام، من العترة من العترة. فبالتالي لماذا حتى هذه في كلمة، لماذا قالوا أهل البيت في سبيل الناس؟ لماذا لم يقولوا في سبيل المسلمين؟ ليش ما قالوا في سبيل المؤمنين؟ في سبيل الناس. عندما ترجع إلى كلمة الناس في القرآن الكريم عامة، الصالح والطالح، المؤمن والكافر، المسلم وغير المسلم. إذن سبيل الله ليس أمرا محتكرا على جهة دون أخرى، سبيل الله باب مفتوح على كل الناس. إذن أنت تتعامل مع كل الناس بأخلاق الله سبحانه وتعالى، بأخلاق القرآن، بغض النظر هذا مؤمن أو هذا غير مؤمن في تعاملك الأخلاقي، يعني حتى في أداء الأمانة، لأنه أنت والله أنا ما أدي الأمانة للمؤمن، وإلا الكافر ما أدي للأمانة، الإنسان المشرك أنا ما أدي للأمانة، ما واجبك هذا؟ لا، أن تؤدي الأمانة. يقول الإمام بشكل عام ورد ذلك عن الإمام السجاد عليه السلام، لو أن قاتل أبي ائتمنني على السيف لأديت له الأمانة. فبالتالي كلمة سبيل الله معناها الناس. وهنا كلمة الناس تذكرني أو تعرجني إلى مقولة للمعصوم عليه السلام وهو صنع القرآن، الإمام السجاد عليه السلام. وهنا أنا أيضا تدبر، يقول الإمام السجاد في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم واجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. واجر للناس، طبعا كلام المعصوم كذا، كيف يقول؟ يقول للناس، اجر للناس على يدي الخير، ايضا كلمه مفتوحه، وهذا دعوه من المعصوم، وايضا كلامهم وهو دعاء، انه ايش؟ اياك اعني واسمع يا جاره. احسنتم دكتور كامل، ودنا ان اطيل لكن الوقت داهمنا، فاحسن الله اليكم. ما بقى لي سوى ان اقدم جزيل شكري وامتناني، وقد اجتمع الدعاء وما يعطي من ثمرة إلى الإنسانية بشكل عام. سماحة الشيخ الدكتور حيدر السهلاني، جزيل شكري وامتناني لجنابكم الكريم، حقيقة شكرا جزيلا، وعلى الله يبارك تقديمك هذا الرائع، أنا خادم لهذه القناة المعروفة يعني حقيقة ببرامجها المتميزة. نسأل الله يبارك فيكم للجميع إن شاء الله. كذلك دكتور جزاه الله شكري وتقديري للدكتور محمد كاظم الفتلاوي، جزاك الله خير جزاء، نتمنى ذلك إن شاء الله. لكم أنتم سادتي المشاهدين الكرام شكري وتقدير كبير من شغاف القلب، مقرون بالكادر أمامي وأيضا زميلنا العزيز المخرج محمد الجابري، ونتمنى من الله سبحانه عز وجل قبول الأعمال في شهره هذا، شهر رمضان المبارك، حتى نلتقيكم في نفس الوقت يوم غد إن شاء الله. تحياتي أنا محدثكم، في أمان الله، جزيل الشكر. حياكم الله، شكرا لكم، حياكم الله. طيب.